السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المؤطرة المرافقة للحجاج حفيظة عباد. الحمد لله اليوم كانت انطلاقة ديال عملية ديال توزيع الباسبورات، حضر فيها السيد العامل، السيد المندوب، السيد رئيس المجلس العلمي وعدة شخصيات أخرى. إذا في هذا اليوم هذا تم توزيع الباسبورات والوثائق الخاصة بالحجاج، وتمت هناك كلمة كل طرقوا فيها على المناسك ديال الحج وعلى السلوكات اللي غادي خص الحاج يتصف بها. احنا بالدور ديالنا احنا مؤطرين مرافقين للحجاج، اذا العمل ديالنا بدا هنا في المغرب. كانت عندنا دورات تدريبيه، احنا مؤطرين اداريين وسلوكيين، تطرقنا ل 11 دوره بمختلف المساجد بمدينه مكناس. ان شاء الله الرحمن الرحيم مازال عندنا العمل في المطار، في المطار كذلك عندنا اعمال اننا تنحاولوا نركبوا الحجاج، تنحاولوا نعطيهم بعض التعليمات. درنا واحد اللون موحد باش فاش نوصلوا ان شاء الله المطار المدينه غادي يتمكنوا الحجاج ما يتفرقوش على الرفقه ديالهم. فاش كنوصلوا للمدينه كذلك تنساعدوا البعثة ديال الاسكان، البعثة الاداريه المكلفه بالاسكان، تنساعدوها في اسكان الحجاج. من بعد تناخذوا واحد التصريح ديال العمره ديال زياره مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام والصلاه في الروضه الشريفه. اذا تيكون هذا بتصريح، اذا تنمشيو مع الحجات ديالنا بوحدهم ومع الحجاج الذكور كذلك بوحدهم حتى تنقوموا بهذه المهمه باذن الله تعالى. من بعد تتكون فاش كيوصل وقت الترحيل من المدينه الى مكه، كذلك احنا تنعلموا الحجاج برقم الحافله ديالهم، وتنصحبوا الحجاج وتنساعدهم حتى سيوصلوا يركبوا في الحافله وتيوصلوا الى مكه. في مكه تنساعدوا كذلك في الاسكان ديال الحجاج بتنسيق مع البعثه الاداريه للاسكان. ومن بعد ما تياخذوا الحجاج واحد قسط من الراحه، تنقوموا بعمره جماعيه، تنمشيو حنا معهم كمؤطرين مع الحجاج ديالنا، كل مجموعه عندها واحد اللون معين باش كنديروا عمره جماعيه ان شاء الله. من بعد فاش كنرجعوا تتبقى الايام عاديه الى حين موسم الحج اللي هو تيبدا من ليله الثامن من ذي الحجه. هنا في هذه اللحظه هذه تتم ترحيل الحجاج من مكه الى ميناء. بطبيعه الحال تيكونوا معلومين يومين قبل برقم الحافله بالتوقيت ديال الانطلاقه ديال الحافله. تنوصلوا الى ميناء، تنساعدوا كذلك باننا تنوريو الحجاج الخيمه المخصصه لكل اقليم من اقاليم المملكه المغربيه. في ميناء تنقوموا بالتنشيط باش ما يحسوش الحجاج بالملل، قراءه القران، ادعيه وما الى ذلك ذكر. من بعد تيكون الترحيل من ميناء الى عرفات. هذا الترحيل كذلك تيتم بتنسيق مع البعثه الاداريه، تنمشيو مع الحجاج ديالنا الى عرفات، تندخلهم الى الخيام، كذلك تنقوموا كذلك بواحد الدور مهم تما هو تنشيط الحجاج من قراءه القران، ادعيه وما الى ذلك، باش الحجاج نحسوهم بواحد المتعه ديال الحج. من بعد فاش تنساليو من عرفات تيمشي تتكون النفره الى مزدلفه، تنصحبوا الحجاج كذلك الى مزدلفه، فيها تما يجمعوا سميتو الحصيات او الجمرات. تنقضيو ذاك اليوم بمزدلفه، الليل بمزدلفه، وتنرجعوا الى ميناء، وتنصحبهم كذلك في ديك المرحله ديال رمي الجمرات اللي تتكون بطبيعه الحال بالتفويج على حساب السلطات السعوديه. تنكملوا من ميناء من رمي الجمرات، كاين اللي تيجلس يوم 11 و12 وتيرجع الى مكه، وكاين اللي تيجلس 11 و12 و13. حنا تنبقاو اخر الناس اللي غادي يرجعوا معاهم الى مكه. فاش كنرجعوا الى مكه صافي ديك الساعه تتبقى الانسان تيدير طواف الافاضه، الحجاج كنمشيو معاهم باش يديروا طواف الافاضه. من بعد طواف الافاضه تتبقى الاعمال الحره اللي هي الصلاه في المسجد الحرام وما الى ذلك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا نشكر قناة الدار على هذه الاستضافة المباركة. اليوم كان هو يوم توديع الحجاج، ولا سيما الرحلة الأولى والرحلة الثانية. كان توديعا بهيجا، تمت فيه إعطاء للحجاج الكرام لهذا العام أعطاؤهم الجوازات والوثائق التي سيذهبون بها إن شاء الله.
كانت الحمد لله توصيات للحجاج من طرف عامل مدينة مكناس وكذلك لسيد الرئيس المجلس العلمي بمكناس، وكانت توصيات أخرى كذلك من طرف إخوة آخرين، كذلك البعثة الإدارية هنا موجودة والتي ستذهب إن شاء الله مع المرافقين، سيذهبون إن شاء الله مع الحجاج إلى الديار المقدسة، سيذهبون معهم وسيأتون معهم إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله هذا العام أن يكون عاما إن شاء الله موفقا، وأن يذهب الحجاج إن شاء الله بصحة ويرجعون إن شاء الله سالمين غانمين، ونتمنى لهم إن شاء الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأسأل الله عز وجل أن يرزقهم تجارة مع الله لن تبور. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.